يعني كل يوم في مصيبة ومتحمل. انا اتحمل ولا الجبال، بس ما اتحملش عيل بيقول له الزمالكاوي يشتمني. يعني عيل لما بعت لي يقول لي ربنا ياخدك اشوف صورته، ما اكيد ده مش يعني اشوف زملكاوي يا صورته ساتر المستوى، ده الاقي مش عيل بشخ زملكاوي عنده 14 سنة اصغر من حفيدي. اكيد، ده مش انا قايل له زملكاوي يا اديني اصبر، فندم. انا ايه اللي يخليني اقعد؟ اديني سبب. قال لي انك عامل توازن والمشكله دي هتتحل. هتتحل ليه؟ قال انت تعاملت معاه بهدوء، وانا حتى لو تلاحظوا نزلت بيان ان انا هذيع الفيديو، مظبوط؟ قال لك اصبر لان الفيديو فضيحه. الفيديو فضيحه من ساعه ما دخلت لغايه ما خرجت. وايه بقى؟ لا، وهما فاكرين انا رحت ال 11، فاكرين بقى نقعد نتكلم ونرغي، ما هتلاقوه ده لغايه ما الميعاد يقفل. فقلت لاحمد ابراهيم سجل نزل على السيستم، وكل واحد يتحمل مسؤوليته. الوقت ده انا مش محتاج يا عم، انا عايز دعمك، بيقول لك عايز امشي. النادي اللي هو اللي عايز دعمك مش انا. يا عم انا شيلني من دماغك، تمام؟ طارق يحيى بيتشتم. خالد غندور النهارده كلمني وبعت لي رساله، قال لي انا ماشي. قلت له، قال لي مش عشان القناه او عقده، لان انا متفق معاه على العقد. انا بتشتم انا ومراتي كل يوم، بشتمها شغاله. كلنا والله يا ست المستشار. ايه اللي احنا فيه ده؟ لجان محمود الخطيب وجمال اسمه جمال جبر، مش عارف اسمه جمال ايه، تمام، مع الجان ممدوح عباس وهاني زاده وشكري واسمه زفت الطين دون والعتال، ها متحملين. لكن انت لما عيل بشخه يبعت لي يقول لي امتى ربنا ياخدك، ده بس زملكاوي؟ لا طبعا. او البيان اللي عامله الواد خالد بتاع حسين لبيب، يا حسين ها انت بوست الجزمه عشان ما تتسبش، وانت عارف كلمت مين ومين ومين، خلاص، مع انك كل يوم بتقل ادبك يا ابني. انت عمرك ما كنت رئيس نادي والله، ولا ممدوح عباس، اخر رئيس نادي قبل كمال درويش، لانك انت تم تعيينك 6 7 مرات، وفي الانتخابات 2009 المحكمه قالتك بره يا مزور، عشان كده جلال بيه ابراهيم جه مكانك، وانا اللي رحت بكل حب للمحكمه في الادارية العليا اتنزلت ورجعت انت تاني، تمام؟ انت عمرك ما كنت رئيس نادي، ولا حسين لبيب رئيس نادي. هو مش كان في راجل لواء محترم اسمه عماد؟ اه، اللي هو عماد عبد العزيز، بنسمع حاجه عنه؟